انا هنا لما باجي اتكلم على الجمهور، الجمهور ده احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا. ولكن عندما يكون عندك جمهور بهذه الطريقه وانت مجلس اداره محترم، عندك رئيس نادي هو اسطوره من اساطير كره القدم المصريه واسطوره من اساطير الاداره، كابتن خطيب 86 لاعبا، كابتن خطيب مشارك في كل البطولات الافريقيه كلاعب ثم كامين صندوق ثم كنائب رئيس نادي ثم كرئيس نادي، كابتن خطيب بيساند ويؤازر كل اللاعبين باستمرار. في حاجات ما نقدرش نتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن هذا الرجل تحمل الكثير والكثير خلال فترات طويلة جدا. كابتن خطيب للأسف ما بيخليناش نقول حاجات كتير لأنها تخصه أكتر، يعني مش عشان حاجة. النادي الأهلي يقول لك النادي، قول النادي الأهلي، وهذه هي الحقيقة. الرجل دائما كابتن خطيب لما تيجي تتكلم معاه يقول لك ما حدش يقول كابتن خطيب، ما حدش يقول خطيب، قولوا النادي الأهلي عمل. كابتن خطيب هو أسطورة في كل شيء وشاهد على كل بطولات دوري أبطال إفريقيا زي ما قلت لحضراتكم كلاعب أو كمجلس إدارة. إنجاز غير مسبوق، غير مسبوق، حصل على أول لقبين مع النادي الأهلي وهو لاعب، وباقي الألقاب زي ما حضراتكم شايفين متواجد في مجلس الإدارة وهو العامل الثابت الوحيد والعنصر المشترك في الألقاب ال 12 اللي حصل عليهم فريق النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. لما تيجي تبص على دوري أبطال